كنت أتمنى أنه الخير يجي بأي أخبار فيها الخير، ولكن الصور اللي احنا بنشاهدها الآن من قطاع غزة الحقيقة صور موجعة كالعادة. لما تسمع عن قنابل ضوئية، قنبلة ضوئية، هذه هي القنابل الضوئية، فتخيل مدى الرعب. مش بس أنت يعني الحقيقة تحول يعني ليل قطاع غزة ونهار قطاع غزة، مفيش فرق كتير. في النهار في قصف، في إبادة، في قتل، في هدم، في حاجات كتيرة جدا. وفي الليل زي ما انتم شايفين تنير السماء أنوار، ولكنها ليست أنوار، هي قنابل ضوئية فيها أيضا قصف وإبادة وكل يعني خليني أقول كل جرائم الحرب. إذا سجلنا هذه الجرائم وذهبنا بها إلى المحاكم الدولية فستكون تحت جرائم حرب كثيرة جدا، منها الإبادة، منها إنك أيضا بتحول ناس أو بتطلب من سكان أصليين لمكان، بتطلب منهم إن هم يتجهوا من الشمال إلى الجنوب، وكأنه نزح، يعني بتنسح يعني نزح عن أماكنهم اللي عايشين فيها زي ما أنتم شايفين على الصورة وزي ما احنا سامعين. يعني أنا مش عارفة بأي يعني وضع ممكن يكونوا أهالي غزة عايشين تحت هذا القصف المستمر ليلا ونهارا. وطبعا يعني حتى الأماكن اللي يحتموا فيها هي أماكن بيتم قصفها أيضا. يعني لا نملك غير أن احنا نفضل نقدم الدعوات ونفضل نحاول طول الوقت. أعتقد أنه الخبر الأكيد اللي كان هيجي لنا أو اللي نتمناه كلنا أنه يتم وقف إطلاق النار، هذا إطلاق النار اللعين اللي بيؤدي إلى إبادة وبيؤدي أيضا إلى إبادة غزة تقريبا. هذا القطاع كتير من الناس الحقيقة بتشير على السوشيال ميديا صورتين، صورة لهيروشيما وصورة لقطاع غزة، وكم يعني لحظات الصور متشابهة وكم المنظر في الصورة متشابه، لأنه الدمار واحد، دمار للإنسانية، دمار للإنسان، دمار للبنية التحتية، دمار لكل ما هو تم إعماره وتشييده على مدى سنين، تم دماره الآن ولم يبقى إلا صوت القصف، القنابل، الإبادة، الشهداء، المصابين والأرقام اللي بنسمعها طول الوقت.